بتعمل ايه؟ احنا وان اورجانيزيشن، احنا وان اتيتيود، احنا وان قاده. هنطلع من تحت سقف القاعه دي عشان نعرف الناس النجاح محتاج اصرار ومحتاج عزيمه. واعتقد كل شخص تحت سقف القاعه انت طالع دلوقتي عندك الاصرار والعزيمه الكافيه ان تقدر تغير حياتك وحياه كل شخص واثق فيك وحياه كل شخص بدا معاك البيزنس وحياه كل شخص انت تعرفه في حياتك. تقدر تغير حياه الاف من البشر جس ان انت تاخد القرار. ثق وتاكد ان انت هتكون واحد من ضمن الناس الناجحه ومن ضمن الناس المميزه. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا 30 دقيقة. النهاردة أول حلقات برنامجنا 30 دقيقة في أول أيام السنة. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيبة يا دينا. كل سنة وأنت طيبة يا شو. كل سنة وأنتم طيبين بالسنة الجديدة. يا رب يكون عام جديد عليكم وسعيد عليكم إن شاء الله. يا رب أمين يا رب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج 30 دقيقة. ودايما زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين مننا إن احنا بنلقي الضوء على كل الجوانب الإيجابية عندنا في مصر طبعا، وطبعا بنركز على كل الايجابيات وبنتحاشى اي شيء يكون بيضايق اي حد او بيضايق حضراتكم. طبعا احنا عايزين نتكلم النهارده عن التسويق الالكتروني اللي غزا السوشيال ميديا بشكل محترم ومحترف بصراحه وبصوره قويه جدا. شروق طبعا انت عارفه ان موضوع السوشيال ميديا ان انت دلوقتي هو السوشيال ميديا تطلبي مثلا هدوم كلنا طبعا بنضغط على اللابتوب بتاعك وتجيبي الحاجه الكتروني. بالظبط. طيب خلينا نكون معانا ونرحب بضيفنا المحترم اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور محمد عبدو، المدرب والمحاضر الدولي والمدير التنفيذي لشركه فايا. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بك يا استاذ دينا. يا اهلا وسهلا بك يا استاذ شروق، تشرفت بوجودي معاكم ومبسوط جدا جدا انا موجود معاكم في البرنامج. اهلا وسهلا. احنا مبسوطين طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك. طيب عايزين نتكلم على نعرف شركه فايا هي ايه. شركه فايا واحده من الشركات العملاقه في مجال الماركتنج في مصر. ممكن يكون بدات اواخر 2018. ممكن يكون الشركه دي لها بطاقه ضريبيه، سجل تجاري، بيشرف على هيئه الاستثمار المصريه، شركه مقننه تحت هيئه الاستثمار. شركه ممكن يكون من الشركات الكبيره جدا جدا وثبتت وجودها تقريبا الفتره الاخيره جدا في مصر. طبعا كلام عن شركه فايا كتير جدا جدا، انما الشركه تخصصت في مجال الكوزماتكس او مجال مستحضرات التجميل العلاجيه الدوائيه. معروفين في مصر وعلى المستوى الدولي كمان. الحمد لله رب العالمين، احنا في اكثر من 13 دوله عربيه. ممكن يكون الحمد لله انتشار كتير كبير جدا جدا بره مصر كمان يعني. تمام. طيب دكتور عايزين نتكلم دلوقتي عن التسويق الالكتروني، ويفرق ايه زيه عن غيره؟ الفرق ما بين التسويق الالكتروني او التسويق او التجاره الالكترونيه والبيع التقليدي. التسويق الالكتروني هو ممكن يكون بيجي من المصنع دايركت للشخص اللي بيستخدم السلعه وبيستخدم المنتج. التسويق التقليدي بيمر على مراحل او عده مراحل، ممكن يكون بيطلع على بيتعمل له دعايه واعلان، بعد كده بيمر على مرحله الوكاله، موزعون، تجار جمله، تجار تجزئه، وبعد كده بيوصل للمستهلك البسيط. انما التجاره الالكترونيه بيقتصر الطريق ده كله في ممكن يكون بيطلع من المصنع بيوصل للمستهلك، فبيقلل الكوست او بيقلل التكلفه بتاعه البرودكت. طبعا كلنا دلوقتي بنحتاج الكتروني اكتر من اي حاجه. طبعاً هو طبعاً. بقى نمبر 1 عشان هو عمل غزو وقوي جدا في السوق بشكل فظيع الفتره الاخيره، وخاصه بعد ازمه كورونا اللي موجوده في العالم كله. النهارده الناس كلها بتتعامل كل حاجه الكترونيه يعني. صحيح. بيطلب انا النهارده ممكن ابقى قاعد في بيتي وبطلب عربيه زي اوبر وكريم بتيجي تاخدني من بيتي، انا ممكن اطلب اكل، شرب، ملابس، اي حاجه بطلبها وانا قاعد في بيتي، فده وضع طبيعي. بس طبعا في ناس لحد دلوقتي ممكن يكون هو عايش في الوضع التقليدي ان هو لازم يشوف الحاجه ويبص عليها ويتاكد منها طبعاً. في ناس كده وفي ناس كده، بس الفتره الاخيره الحمد لله التسويق الالكتروني عامل غزوه في العالم كله مش في مصر بس يعني. دكتور محمد اسمح لي اسال حضرتك سؤال. انا عارفه كويس ان شركه فايا ليها 7 منتجات، صحيح؟ تمام. فممكن حضرتك تذكرهم لينا؟ عندنا 3 خطوط انتاج، عندنا منتجات خاصه بالشعر، وعندنا منتجات خاصه بالبشره، وعندنا منتجات خاصه بالعظام. اول خط عندنا خط الشعر عباره عن زيت وسيرم وسبراي، ودي بتشتغل على مشاكل في صوره موضحه على الشاشه هي دكتور. تمام. لبعض المنتجات فايا، شركه فايا طبعا عندنا زيت سيرم سبراي، ممكن يكون ده خط الشعر. عندنا خط البشرة عبارة عن غسول وعبارة عن كريم. عندنا منتجات خاصة بمشاكل العظام زي المستكيت والمرمنت. الحمد لله رب العالمين. أهم
المستكيت والمرمنت انا مش فاهمه. المستكيت والمرمنت ده عندنا جل وده كريم ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين عاملين انتشار كبير جدا الفتره الاخيره. تمام. المنتجات ده اهم ميزها ان هي كلها منتجات ما فيهاش اي مواد كيميكال تماما، مواد طبيعيه بنسبه 100%. الحمد لله كلها واخد ترخيص وزاره الصحه. وزاره الصحه الشركه بالزبط. اصلا عندها 35 برودكت او خط 35 خط انتاج موجودين، بس اللي تم تصريحهم وبقوا موجودين على ارض الواقع هم السبع منتجات في كل محافظات مصر برضه. الحمد لله رب العالمين مصر محلي ودولي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله شغالين شغل الله. شركة فايا بتشتغل شغل محترم جدا على المستوى المحلي والمستوى الدولي الحمد لله رب العالمين. ممكن يكون انتشار شركة فايا من أسوان لإسكندرية ما شاء الله. وطبعا كل مكان الحمد لله اتعمل فيه إيفنتات ومؤتمرات ومعسكرات، والحمد لله بينا منتشرين في مصر كلها الفترة الأخيرة. طيب الحمد لله رب العالمين. صورة تانية على الشاشة ممكن تشرحها لنا؟ دي فكره المبيعات، الفرق ما بين التجاره الالكترونيه او البيع التقليدي والبيع المباشر. البيع المباشر اللي انا اتكلمت فيه من شويه ان بيطلع، لو انت جيت تبص على الصوره دي بيطلع من المصنع في وكيل من النص، ده الوكيل اللي بيبقى في شركه فايا بيوصل للمستهلك. الوكلاء بتوع حضراتكم صحيح، هم دول الوكلاء بتوع شركه فايا اللي ممكن يكون بيقتصروا الطريق. تمام. انما ده في صوره تانية اللي هي البيع التقليدي اللي موجود دلوقتي، بيطلع من المصنع وبيطلع من المصنع بعد كده بتعمل له اعلانات، وكلاء موزعون، تجار جمله، تجار تجزئه، ودي الطريقه بتاعه كبيره. طبعا كده الكوست بتبقى اعلى. اي النهارده اي مشروع واي حد بيسوي له مشروع لو بيتكلم في البيع التقليدي في كل مرحله من دي بينضخ فلوس. النهارده لو بدي اعمل دعايه واعلان هعملها بكام؟ لو بدي ادي لموزعون بياخدوا ممكن يكون بعض الفلوس في الطريق، بيتعامل له ممكن يكون اعلانات، بيتعامل له دعايه، الوكيل بياخد منه جزء. طيب يا دكتور في كمان صوره موجوده. دي المنتجات بقى، دي منتجات مبادره مكاني اللي الحمد لله رب العالمين اسند اليها لشركه فايا. الملف الاخير والحمد لله رب العالمين فايا الزراع التسويقي لمبادره مكاني. ممكن يكون دي مبادره في الفتره الاخيره في ظل ازمه كورونا. اشرح لي حضرتك هذه المبادره بتحث على ايه وهي الرولز بتاعتها ايه بالظبط؟ الهدف من المبادره خلق بيئه صحيه امنه مستدامه. يعني الفكره في المبادره ان اي مكان عين الشخص تيجي عليه يكون امن تماما من الميكروبات والفيروسات. والمبادره دي ممكن يكون طالعه من تحت اشراف مصنع هلوبلي سوحه تمويل الحربي. ممكن يكون دي مبادره كبيره جدا جدا تم اسنادها لشركه فايا بالظبط يوم 28/5/2021، والحمد لله رب العالمين عملت طفره في محافظات مصر كلها. طيب دكتور محمد ايه التحديات اللي بتواجه فايا دلوقتي او حاليا؟ هو الحمد لله رب العالمين احنا كفايا مش عندنا تحديات، التحديات بالنسبه للي بره فايا شايفه تحديات. انا بالنسبه لنا الناس ما عندهمش تحديات خالص. احنا عندنا مليون تحديات في الحياه. التحدي يعني ملوش حل. تمام. انما طالما في حلول يبقى اذا مفيش تحديات. الطفل التحدي بتاعه ايه؟ انه ما بيعرفش مثلا يمشي. هو لو مشي اذا مفيش تحدي. صحيح. تمام كده؟ فالتحدي كده كده هيعدي بس لما اتعلمه. التحدي كده كده هيعدي. حلو قوي. التحدي كده كده هيعدي. كان انا النهارده لسه بتعلم سواقه العربيه. فالطبيعي في تحدي اللي هو المطب اللي بيقابلني لسه ما اعرفش اسوق. فده بيبقى تحدي لما بتعلمه بيبقى ده بالنسبه لي سهل جدا. التحديات اللي بتقابل شركه ممكن مثلا واحد مثلا بيتكلم بشكل مثلا كويس او بشكل وحش، وده طبيعه بشر يعني. عايز اعرف من حضرتك مين الوكلاء لشركه فايا؟ لا الحمد لله رب العالمين وكلاء شركه فايا النهارده موجودين في مصر كلها. عندنا الكورال دايركتور امير الحجراوي، ده ممكن يكون مسؤول عن ماركت القاهره. ممكن يكون الكورال دايركتور سحر العجرودي، دي مسؤوله عن ماركت اسماعيليه. الكورال دايركتور ممكن يكون اسلام محمد، مسؤول عن محافظه المنيا. الكورال دايركتور علا ابراهيم، مسؤول عن محافظه اسكندريه. الكورال دايركتور ليلى طاهر، مسؤوله عن محافظه دمياط. الكريستال دايركتور محمد العمري، مسؤول عن محافظه الغربيه. الكريستال دايركتور احمد رضا، مسؤول عن محافظه الشرقية. الكريستال دايركتور محمد ابو السعود، مسؤول عن محافظة اسوان. انا خايف بس لنسى حد. طبعا ده كلنا تحت ادارة من خلال البرنامج برضو ان هم يعني عملوا كيان. لا الحمد لله رب العالمين. انا يودني ان انا اشكر كل وكيل جوه شركة فايا خاصة في الفترة الاخيرة. وممكن يكون الناس بتشتغل على نفسها بشكل كبير جدا جدا جدا. ما حضرتك اكيد ما قلتش عليهم او لقبتهم بلقب الكريستال دايركتورز او الكورال دايركتور. بالظبط. او الكورال دايركتور. لا الحمد لله رب العالمين الناس دي وصلت لرنكات كبيره جدا جدا، والناس بتشتغل على نفسها وقدروا ان هم يقدروا يرسموا البسمه على وجوه شباب كتير جدا جدا في مصر. والحمد لله رب العالمين شركه فايا الفتره الاخيره عامله طفره كبيره جدا جدا في كل محافظات مصر، وعندنا اكثر من 13 دوله ممكن يكون بره مصر. والحمد لله رب العالمين النهارده كيان فايا مش عايز اقول لك بينتشر وبيكبر كل يوم عن الثاني يعني. انا عايز اعرف دلوقتي فايا وصلت لحد فين دلوقتي؟ فايا الفترة الأخيرة تم إسناد ليها ملف من الملفات الكبيرة جدا جدا ألا وهو ملف مبادرة مكاني. الملف ده ممكن يكون الهدف منه خلق بيئة صحية أمنة مستدامة. الهدف من الملف ان اي حاجه عيني تيجي عليها تكون مؤمنه من الميكروبات والفيروسات. عندنا ثلاث خطوط انتاج. زي عندنا ايه؟ عندنا عيني تيجي عليها. تمام. عندنا المطهرات دي خمس انواع. عندنا مطهرات للايدي،
وعندنا الاصل ده اهم حاجه دلوقتي عشان كورونا برضه. طبعا ده والله غير كورونا كمان ده في لازم. في المجمل يعني عندنا مطهرات للايدي وعندنا مطهرات للاسطح وعندنا مطهرات للارضيات وعندنا مطهرات للمفروشات وعندنا مطهرات للسيارات، ودول خمس انواع المطهرات. ايه الفرق ما بينها وبين اللي بره؟ ان المطهرات دي كلها خاليه من الكحوليات، المطهرات دي كلها ممكن يكون بتدوم يعني. لا خالص، وبتدوم فعاليتها لمده 24 ساعه. الكحوليات اللي بره او الحاجات اللي موجوده بره بمجرد محطه ثواني خلاص انتهت، ولا قدر الله واحد عنده اي فيروس او قصه من دي تنقله بسرعه. انما المطهرات اللي موجوده عندنا الحمد لله رب العالمين بعد كده يا دكتور نتعامل مع فايا، ما نتعاملش مع اي حاجه تانية غير فايا ان شاء الله من خلال مبادره مكان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وده الخط الاول. الخط الثاني عندنا منتجات اللي هي الويت كير. الويت كير ده ورنيش شفاف بيندهن، ممكن يكون على الاسطح، على الاخشاب، على الزجاج، على الكلام ده، ودي بتدوم فعاليته على حد 5 سنين. Yeah. طبعا ده ممكن يكون اي ميكروب الحمد لله رب العالمين. عملنا ممكن يكون عينات في بعض الاماكن قبل استخدام المنتج، ممكن يكون في بعض المحافظات وبعض الاماكن، والحمد لله رب العالمين النهارده المبادره متطبقه في اماكن كتير. عندنا اخر خط اللي هو خط الدهان اسمه اللونسيف. اللونسيف ده ممكن يكون منتج دهان بيندهن بالحوائط، بيندهن بالحوائط. والدهان ده ممكن يكون بتدم فعاليته لمده 5 سنين. اي ميكروب او اي فيروس ما يعيش على المكان ده، ولو في ميكروب ولا فيروس عاش عليه يتقتل تماما يعني. والله انا ده طبعا بعد توفيق ربنا. انا شايف يا دكتور ان حضرتك متحدث لبق جدا يعني. لا مش لبق بس عشان خاطر ده طبيعي يعني. طبعا ده طبيعي انك تبقى مدرب ومحاضر دولي في العديد من الدول. ربنا يوفقك. ربنا يكرمك. سواء كان يعني جوه هنا مصر او خارج مصر. طيب يا دكتور هنشوف بقى التقرير ونرجع تاني. يلا بينا. يلا. شركة فايا تعد الكيان الأضخم والأسرع نموا وانتشارا من حيث المادة التسويقية للمبادرة وإدارة الآلاف من الموارد البشرية في كل أنحاء مصر وأكثر من 13 دولة غيرها، من بينهم ليبيا، السودان، الأردن، الجزائر، المغرب، الإمارات، لبنان، السعودية وروسيا. وحققت الشركة انتشار الأوسع في كل مدن القنال ومدن الدلتا وشمال وجنوب سيناء. صنعت شركة فايا لنفسها سيرة ذاتية عملاقة، فقد قدمت أكثر من 4000 تدريب وندوة منذ انطلاقها ونشأتها، ومن أهمها ما يلي: بدأت نهاية عام 2018 بعقد أول مؤتمر لها في دار الإمداد والتموين، والذي نقلها في بداية عام 2019 إلى تدريب إعداد القادة إلى الدبليو لأكثر من 150 قائداً. وفي منتصف نفس العام انعقد مؤتمر بروموشن داي بمنطقة الدلتا، وانتهى عام 2019 بأحد أهم المؤتمرات بالعاصمة القاهرة بجريدة الأهرام داي أوف تشينج، لتبدأ عام 2020 بندوة أخرى بالدقهلية بنقابة الأطباء البشريين تحت عنوان DRC. واستكمالا لمسيرة التدريب والتأهيل، حققت في نفس العام أقوى معادلة من التأقلم وتدريب وكلائها وأعضائها عبر تطبيق أونلاين زوم ميتينج في ذروة انتشار فيروس كورونا. ومن تلك التجمعات لغرف تجمع أكثر من 1000 متدرب أونلاين تحت عنوان كيك أوف. وفي ظل الإجراءات الاحترازية استكملت تدريباتها بغرف تدريبات أخرى أونلاين بعنوان ذا ستورم. وفي سبتمبر من نفس العام استطاعت أن تعقد التدريب الأكبر عددا من تدريب القادة LST بفندق توليب فرسان الإسماعيلية لأكثر من 400 قائد، لتخطط فايا من بعده لمستوى انتشار غير مسبوق في آخر 3 أشهر من نفس العام. فعقدت سلسلة مؤتمرات إيجيبت ستورم الذي انعقد بمحافظات الغربية والدقهلية والقاهرة والمنيا والإسكندرية والأقصر وقنا وأسوان والإسماعيلية والشرقية، وحققت تلك المؤتمرات كثافة عددية غير مسبوقة من انتشار وكلائها في أنحاء الجمهورية. ولم تكن تلك نشاطات الشركة فحسب، بل قدمت لكل وكلائها برامج سياحية داخلية في مناطق عدة وأنشطة ترفيهية. ومن تلك المناطق: الساحل الشمالي، العين السخنة، يخت واستمتاع بالشاطئ، الغردقة والفيوم، شرم الشيخ. أقلت وكلائها بطائرة خاصة من شركة مصر للطيران إلى مطار شرم الشيخ. و
وتسعى الشركة إلى أن تقدم سلسلة من أنشطة السياحة الخارجية في مجموعة من الدول في الفترة القادمة. كما سلط الإعلام الضوء على الشركة باستضافة مؤسسيها في قنوات مختلفة مثل قناة الحدث في برنامج مصر الخير مع الإعلامي عماد ترك، وبرنامج شهادة نجاح مع الإعلامية هند قطب، وقناة الصحة والجمال في برنامج ازرع فكرة مع الإعلامية هبة علي. واستكمالاً قدمت قناة النهار تقريراً عن منتجات شركة فايا. وأشادت مجموعة من الجرائد الإلكترونية بما تقدمه الشركة من أنشطة تسويقية ومؤتمرات وتدريبات في مقالات لها. ومن هذه الجرائد وكالة الأنباء العالمية نيوز، الحلم العربي نيوز، الأمين الإخباري، جريدة الوطن، والأخبار المسائي. ولم تمر ثلاثة أشهر من معسكر الـLSC الذي انتهى في ديسمبر من عام 2020 بأكبر وأضخم معسكر إعداد قادة في الشرق الأوسط لأكثر من 900 قائد، حتى كانت في المركز الأول بين شركات التسويق في الوطن العربي. وأخيراً وليس آخراً، أسند إلى الشركة انتشار مبادرة مكاني لتصبح فايا الذراع التسويقي الرئيسي للمبادرة تحت رعاية الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة لوتس ميدل إيست فارما. وقد تم يوم الجمعة بتاريخ 28 من مايو لعام 2021 أول مؤتمر لتدشين منتجات الشراكة تحت عنوان مصر بيئة صحية آمنة مستدامة، بدعم من سيادة وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد أحمد مرسي والسيد نائب الوزير اللواء محمد صلاح. وتعد قوة فايا في هيكلها الإداري المتمثل في فريق عمل خدمة العملاء، إدارة الجودة Quality Control وDermal Technology المسؤولة عن تصنيع وتطوير المنتجات، وفريق عمل شركة الشحن وقسم الـIT لإدارة الموقع الإلكتروني والداتابيز الخاص بالشركة برئاسة المدير العام مستر أحمد عبد الحكيم، وخبرة مؤسسيها القائمين على التدريب سواء لقادتها أو وكلائها دكتور حسام عبدو، والذي تزيد خبرته عن 7 سنوات في مجالي التسويق والمبيعات، وتدرب على يده آلاف المتدربين وصنع بدوره معهم قصص نجاح في أكثر من 3000 مؤتمر، وتخرج بقيادته جيل من مئات القادة. دكتور محمد عبدو المدير التنفيذي لمنظومة دو أورجانيزيشن والعمود الفقري للمنظومة، كما قدم بخبرته وتوجيهاته خططا لتوسيع شرائح الانتشار داخل مصر وخارجها، وساهم في زيادة معدل نمو مؤشر. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. بما ان طبعا يعني حضراتكم زي ما شفتوا التقرير اللي معانا تقرير قوي جدا 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 جدا، وعايزه اقول طبعا بما ان فايا هي الكيان الاسرع والنمو وانتشارا في التجاره العالم التجاره الالكترونيه، فطبعا اكيد عند حضرتك ناس يعني مؤهله بشكل فظيع عشان تدرب كل المجموعه دي. الحمد لله رب العالمين، بعد توفيق ربنا طبعا احنا عندنا منظومه اسمها دو اورجانيزيشن، دي المسؤوله عن التدريب وتخريج القاده. الناس دي هي المسؤوله عن التدريبات اللي بتتم. عندنا تريننج اسبوعي بيتم لكل القاده في محافظات مصر كلها، عندنا تدريبات بتتم اسبوعيه، وعندنا تدريبات بتتم شهريه، وعندنا تدريبات بتتم كل 3 شهور وكل 6 شهور وكل سنه. ابتداء ممكن يكون عندنا حاجه اسمها الدو ميتنج اللي بيحصل كل اسبوع علشان خاطر الناس بتتعلم ازاي تسوق وازاي تبيع وازاي يتم عمليه الانتشار. عندنا معسكرات قياده، عندنا LSW LST ليدرشيب تريننج، ليدرشيب كامب، ليدرشيب وركشوب، ده كلها ممكن يكون معسكرات بتتم عشان تأهل الناس دي، لأن أي حد بيدخل مجال جديد بيبقى الموضوع بالنسبة له لسه مش فاهم والموضوع بيبقى مبهم. أنا لما دخلت البيزنس زمان ما كنتش أعرف أشتغل وما كنتش أعرف أعمل أي حاجة، ما كنتش أقدر أصلا أقول أي كلام، إنما الحمد لله رب العالمين إحنا عارفين أي حد بيتعلم حاجة بيعرف يعملها. مين اللي ما بيعرفش يشتغل في أي مجال؟ اللي الشخص اللي ما تعلموش. أكيد إحنا عندنا ممكن يكون منظومة بتدرب وبتعلم، الحمد لله رب العالمين. بعيدا عن المعسكرات والمؤتمرات، اي شخص بيحقق رانك معين او بوصل لبوزيشن معين بيتاهل لرانكات علشان خاطر الحمد لله رب العالمين الفتره الاخيره عندنا كميه اتشيفمنت وكميه نجاحات في الشركه الحمد لله رب العالمين كبيره جدا جدا. دكتور محمد، انا شايفه دلوقتي ان حضرتك وهذا الكيان وجهان لعمله واحده،
ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، وكيان كبير وضخم جدا. لا الحمد. طيب يا دكتور دلوقتي ايه دعمك للشباب في الفتره الحاليه؟ والله انا بتكلم الفاية. انا بتكلم بس ممكن يكون بالنسبه للشباب اللي موجوده اصلا بره ايا كان هو بيعمل ايه، اوعى تلوم على البلد ولا تلوم على الظروف ولا تلوم على حد، لوم على نفسك، لان في فرص شغل كتير جدا جدا في البلد، والبلد الحمد لله بتكبر والبلد بيحصل فيها توسعات كبيره جدا جدا طبعا ده في ظل وجود سياده رئيس الجمهوريه وظل وجود الناس اللي بتساعد علشان خاطر نطلع بالبلد لبره الامان زي ما بيقولوا. انما لو انا قعدت اشتغلوا في اطار خط التنميه الحمد لله رب بشكل العالمين مظبوط جدا. النهارده احنا ممكن يكون في اكتر من 5000 شاب بيوت مفتوحه والناس مفتوح لها باب رزق. مش بس كده، في ناس النهارده ممكن يكون بتدخل فلوس علشان تصرف على بيوتها، وفي ناس النهارده قاعد حط ايده على خده بيقول اعمل ايه واروح فين واجي منين، والنهارده ممكن يبدا من الزيرو، لان الحمد لله رب العالمين كان ده في ناس بدات من الزيرو لحد لما وصلت لهيرو زي ما بيقولوا يعني. صحيح. النهارده ناس محققه اتشيفمنت معانا، بنات ممكن يكون لسه بتدرس في الجامعات وبنات لسه مخرجه مش ولاد بقى، علشان كنت بسمع مثلا يقول لك ايه انزل اشتغل زي بنت فلان وانزل اشتغل زي بنت فلان. النهارده مش الشغل للشباب بس، الشغل للشباب وللبنات النهارده كلنا بنشتغل عشان نساعد بعض، لان لما في واحد بينجح في مجال هو ما بينجحش لوحده، هو بينجح لنفسه وبينجح لاهله وبينجح لوطنه وبينجح لبيته وبينجح لاصحابه وبينجح للدنيا كلها. ولا قدر الله لو الواحد فشل هو بيفشل لنفسه بس، الفشل ده فشل لنفسه، انما النجاح ده النهارده بيقدم بنجاحه ممكن يكون للبلد كلها وبيقدم من النجاح ده للدنيا كلها، لان انت لما بتنجح في مجال خلي بالك انت بتعرف تساعد الناس اللي حواليك، ومفيش حد بيعرف يساعد اللي حواليه غير لما بيكون شخص ناجح، الشخص اللي بيحاول وبيسعى ربنا بيكرمه، لان اي حد وصل هو مش كان قبل كده واصل، انما حاول مره ووقع واول مره دكتور محمد انا عايز اسالك سؤال، ايه نقاط القوه في شركه فايا؟ نقاط القوه اللي ممكن نركز عليها؟ اقول لك بس هو مش عايز اقول لك الحمد لله رب العالمين، احنا قوتنا رقم واحد بالوكل اللي موجودين في الشركه، تمام. رقم اثنين القوه ممكن يكون في المنظومه التدريبيه، تمام. ثم القوه في الهيكل الاداري، ثم القوه ممكن يكون في البرودكت او المنتج اللي موجود. خطه متكامله ومتجانسه ولازم تمشي كده. مجلس اداره على اعلى مستوى، معانا منظومه كبيره دو اورجانيزيشن ممكن يكون يراسها الدكتور حسام عبده على اعلى مستوى، خطط التنميه ما بتخلصش ودايما في تطوير مستمر وفي شغل مستمر. ممكن يكون اكتر ناس ما بتنامش هي الناس اللي في الاورجانيزيشن والناس اللي ممكن يكون مسؤوله، كل الكورال دايركتور وكل الكريستال دايركتور اللي موجودين من اسوان لاسكندريه، الناس دي بتشتغل بمنتهى القوه وبمنتهى الامان. وعايز اقول لك على حاجه، لو في واحد غير امين ما بيكملش في المنظومه دي. ليه؟ لان الشغل يستدعي الامانه والمصداقيه وان يكون قد حلمه وان يكون ما بيتنزلش. في ناس لما بيتخبط قلم زي ما بقول لك بميل. أيوة. في ناس كتير كده، مش هضحك عليك، منظومه دو اورجانيزيشن او شركه فايا زي ما فيها ناس برضك مميزين وملعلعين فيها ناس ما كملتش وملعلعين. اه طبعا. يعني انا ملاحظه حاجه برضو، انا ليا هنا وقفه. اتفضل. تمام. انا ملاحظه ان حضرتك يعني بصراحه يعني تتميز بخفه الظل ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني مثلا ملعلعين لما قلت ايه بوسيبل او ايه التحدي هيعدي، التحدي هيعدي. اه لا ده حوار ان شاء الله. كلام حلو. بتلقطي بقى الكلام ده. انا مش عايز اقول لك ده، انا بقى تتميز كل حاجه. مش عايز اقول لك الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور محمد دلوقتي خلال حضرتك شركه فايا دلوقتي هي بتقضي تماما على البطاله؟ الحمد لله رب العالمين. بتقدر تساعد برضو الشباب على الشغل؟ مش عايز اقول لك هي عامل مساعد موجود جوه الدوله، انما الدولة نفسها. مش تقدري تقولي ان فايا دي تقضي على البطاله، ما ينفعش اقول مؤسسه تقضي على البطاله، لا. طيب. ما زي ما فايا موجوده بتساعد في برضو. مصانع وفي شركات بتساعد برضو. النهارده لما في مصنع بيتفتح بيوظف مثلا 3000 4000 عامل، فالنهارده نتمنى ان يكون في 20 30 مصنع. حلو كده. لو في شركه بتتفتح بتوظف عماله، الشركه اللي بتوظف عماله دي زي ما فيها ناس مميزه فيها ناس برضو غير مميزه. شركه فايا ناجحه ومزدهره جدا ما شاء الله. جدا يعني الحمد لله رب العالمين. بشكرك يا دكتور جدا على اللي انت فيه ده. خطه التنميه طبعا، خطه التنميه. انا مبسوط معاك والله، ومبسوط معاك يا استاذ دينا، ومبسوط معاك يا استاذ سرور. احنا في الحلقه بس بصراحه انا عندي وقت، عندي كلام كتير. لا هو بالنسبه لكيان فايا عايز بدل الحلقه كذا حلقه، حلقه واحده بس. احنا نعمل برنامج هنا بقى عن كيان فايا نفسها. ما مش عايز اقول لك، احنا انا كل شويه تقولوا الوقت خلاص بينتهي لم الدنيا، بس انا عايز اقول لك حاجة، ان كيان فايا عشان نتكلم عليه احنا محتاجين ايام وليالي، لان مش عايز اقول لك في ناس كتير جدا تعبت. وانا يعني اتمنى ان انا اذكر كل وكيل وانا قاعد في الحلقه دي واشكره، لان هو سبب ممكن يكون بعد توفيق ربنا في رزق ناس تانية كتير جدا جدا. لما واحد بينجح في مكان بياخد مع مجموعه من الناجحين، ولما واحد بيفشل هو بيفشل لوحده.
انا عايزه اشكر حضرتك على وجودك معانا وقد ايه نورتنا وقد ايه يعني بجد مستمتعين جدا يعني جدا معاك لان حضرتك كمان يعني بتدمج الواقعيه بخفه الظل جدا فده شيء بالنسبه لي حلو قوي يلا ربنا يوفقك عايزه اشكر حضرتك دكتور محمد عبده المدرب والمحاضر الدولي والمدير التنفيذي لشركه فايا وشكرا ليك الشروق الجميله وعايزه اشكر كل القائمين على هذا البرنامج وظهوره لحضراتكم طبعا برنامج 30 دقيقه وعلى راسهم رئيس التحرير طبعا الاستاذ احمد الدفاني شكرا لحضراتكم باي باي